احنا سعد رحيم. هذا السينو شرح لهم قول لهم هذا السينو ديال التويدين اللي كان السينو ديال التويدين نديرو في الباب باش اتينا انفورماسيون ديال لابريزونس ديال كان بيضاء ولا احمر هادي روز دابا اللون روز الا كان روز اشنو شنو شنو كانت الدلاله ديال انه يكون الماء روز C'est-à-dire qu'il y a présence de l'eau résiduelle. هل مثلا هنايا هذا 04 بالنسبة لي انا وريني هذا الشوف شوف صعيب باش يتفهم يعني إذا قارناها مع ما هو سميتو متلوى في المواصفات ديال المنظمة العالمية للصحة راه لو كلور ريجيديال في 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 المياه الموزعة خص يكون ما بين ما يفوتش 0.5 هذا اللون هذا تيبين باللي راه غياب لي بكتيريا يعني هذيك المساله ديال كتبان الحموريه ديال الماء يعني راه ما عندهاش علاقه الحموريه اشاره ان الكلور المتبقى كاين حاضر يعني غياب البكتيريا والمواد العضويه اللي يمكن تاثر في جوده المياه إذا اللي غير مادة ما فيه لون أو فيه هكا وحمار مثلا راه يقدر يكون الماء صافي وفيه مثلا مواد ما يمكنش ما خصناش مثلا نشربهم ما تشوفهمش أنت بالعين المجردة حنا تنديرو مجموعة من التحاليل بواسطة الماتيريال اللي كيكونوا في لابوراتوار تري سوفيستيكي مثلا تنديرو ليميتو المواد المعدنية كاينين مواد المعدنية ما خصهمش يكونوا مثلا في الماء ما يمكنناش مثلا نسمحوا ان الماء يكون فيها الارسنيك ما يمكنناش نسمحوا ان الماء يكون فيها السيلينيوم لو كادميوم الساكنه الناس الانسان العامي ما تيعرفش هادشي هذا يلا تيعرف اللون فهمتين وهادشي هذا عندنا اون لو كوميم سميتو ايكيبي لابوراتوار ريجيونال اللي هو كاين في مراكش لان كما قلت لك كاينين مختبرات مركزيه اقليميه على مستوى الاقليم مثلا كاين عندنا مختبر في قاسران مختبر في محطه معالجه الارحام مختبر في عسفي مختبر في المنار مختبر في ستاسيون روكا ولكن كاين مختبر جهوي اللي هو تريزي كيبي هو بواحد الكفاءه عاليه اللي تما تنديرو مجموعه من التحاليل الاخرى اللي يمكنش ديروها في المختبر الاقليمي وبغيت ناكد لكم على واحد الخبر اللي هو يعني زوين وتيشرف المنطقه هو ان المختبر الجهوي لمدينه مراكش المكتب الوطني مع الصالح الشرب يعتبر اول مختبر يحصل على جوده ايزو 9025 بعد المختبر المركزي ديال المكتب على مستوى ديال الوطني وحصلنا عليها في السنه الماضيه وهي راه معطيانا من طرف وزاره التجاره والصناعه والاستثمار والاقتصاد الرقمي وكان كانت الجنات اللي راقبت هي الجنات ديال لوديت اللي دارت هو ديال سيماك هاد ليكريتاسيون ما تتعطاش لاي مختبر راه مجموعه من سميتو المسائل خصهم يكونوا حاضرين من بين المسائل اللي تعتمدوا عليها باش تعطيك هاد ايزو 9025 هو لا فيابيليتي دو ريزولتا يعني الى هاد لابوراتوار عطى واحد النتيجه معينه من نتيجه مخبريه الي فيها مصداقيه هذيك المصداقيه وتجي عن طريق طرق اللي هي محترمه داخل المختبر لي نور ولا قلبتوا في الوسائل في الوسائل التواصل غتلقاو هذيك الصوره قديمه ديال اقليم اوستر هذيك الصوره هذيك الصوره اللي فيها الغيس وفيها سميتو فيها الغيس دونك كيفاش ما عرفتش انا الاهداف ربما الناس اللي محتاجين معلومه يتصلوا بنا نعطيهم التوضيحات بالنسبه لكم انتم كنكتبوا شنو ممكن كيفاش كتعاملوا مع الحاله آه
نقول لكم صورة كتضرب المصداقية ديال الإدارة كتضرب المصداقية حسب قوية. إحنا إلى الإنسان الناس ما داو فهاد 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 العملية ديال التضليل ديال الساكنة راه مشكل خطير. هذا مشكل خطير. هذا هادو راه بغاو المدينة يوصلوها لشي شي 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 مرحلة ديال بالبلاء وديال الفوضى وديال سميتو. لحقاش ما كاينش ما خطر من تقول الجودة ديال الماء ماشي هي هذيك. لوسكي في لا تماداو في هاد فهاد 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 التضليل هذا راه عندنا وسائل قانونية باش غادي نحاولوا نرفعوا القضية.